السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالعة عشان اعلن عن المسابقة الجديدة، بس طبعا انا بشتغل وانا بكلمكم. قلت نعيش الجو كده مع بعض. ايه رأيكم الاول في الطاقية اللي انا عاملها دي من مشروع حملة دفيهم؟ ندخل في المفيد، اشرح لكم المفاجأة والمسابقة الجديدة. المسابقة ما شاء الله شاملة أذواق كتير، شاملة شغل ناس كتير، الفئات ما شاء الله متنوعة جدا. الفئة الأولى إن شاء الله هتبقى للملابس الشتوي. ايه في الملابس الشتوي؟ بلوفر حريمي، بلوفر رجالي، بونشو، بلوزة، اي شغل شتوي عملتيه في الملابس حطيه. جاكيت بقى، فيست، اي حاجة بتتلبس يعني من اللي هي البلوفرات والحاجات دي يعني، تمام؟ شتوي حريمي او رجالي، دي الفئة الاولى. الهدية بتاعتها ايه بقى؟ الهدية بتاعتها باكت هيمالايا بيبي لوكس، تمام؟ الالوان من اختيارك، اللي يعني لو حبيتي تغيري من بيبي لوكس الافري داي براحتك، حابة تشكلي حابة تاخدي لون واحد برضو براحتك، تمام؟ الهدية هتبقى مقدمة من جروب ميما كروشيه، ميمة كروشيه، تمام؟ الفئة التانية شنطة بخيط مكرمية او ايطان او سلسلة. شنطة يا اما بخيط مكرمية يا اما بخيط ايطان يا اما بخيط سلسلة، تمام؟ الهدية بتاعت الفئة دي ايه ان شاء الله؟ طقم جلد كامل باك، القعدة بالوش بالدراعات بالشداد بكله، طقم جلد كامل، ماشي؟ زائد 600 جرام ايطان اللي هو هتعملي شنطة، يعني هي مدياكي شنطة، تمام؟ برضو يا جماعة ده من جروب ميمة. الفئة التالتة هتكون شنطة من الكليم، حطي شنطة من الكليم، شنطة بقى كروس، شنطة باك، المهم تكون شنطة كليم من شغل. الهدية بكرة كليم وايدين خشب مدورة شكلها شيك جدا 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 جدا، يعني عجباني ما شاء الله، حلو قوي. هنزل لكم الصور ان شاء الله في الجروب. الفئة الرابعة كوفية او طاقية او سكارف او لكلوك، كل حاجة لوحدها او طقم على بعضه في صورة، تمام؟ يعني لو حابة تشتركي بلاكلوك بس اوكي عادي، حابة تشتركي بطاقية بس برضو عادي، حابة تشتركي بكوفية بس عادي، عندك بقى عاملة طقم على بعضه تشتركي بيه عادي برضو، تمام؟ الهدية ايه؟ الهدية باكت صوف فوجي درجة اولى. خلصنا كده؟ لا لسه ما خلصناش. باقي ايه؟ باقي فئة الخمسة. ايه هي؟ بورتوفيه او بوك، تمام؟ حتى لو بوك الكوين او بورتوفيه. الهدية بتاعته ايه؟ ثلاث لفات مكرمية مصري زائد ايد جلد، ايد الجلد بتاعت البورتوفيه، زائد كرة فر، تمام؟ الهدايا هتبقى مقدمة من جروب ميمة، طبعا بنشكرها جدا 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 على الهدية الجميلة دي. في كمان مفاجأة في اخر المسابقة، هنعلن عنها، يعني مش حابة احرقها لكم. للي ما يعرفش نظام المسابقة خالص او ما اشتركش قبل كده، المسابقة احنا بنعمل بتشتركي بصورة من شغلك في فئة واحدة بس، بصورة واحدة بس،
بس يكون من شغلك، مش شغل نت او صورة من النت او صورة واحدة صاحبتك، لا شغلك انتي بتشتركي في الفئة. انا بنزل بوستات لكل فئة، بوست بتنزلي شغلك فيه، هتقولي لي التصويت او الـ او الـ او الـ التصعيد او الاختيار الكسبانين بيبقى بناء على ايه. اول مرحلة بتبقى من اختيار الادمن، احنا اللي بنصفي البوستات الاولى، علشان ممكن اقول لكم هعملها باللايك بعدد اللايك، بس ما حدش هيدخل كمية الصور دي ويعمل لايك على دي، احنا هتنظلم. فاحنا بنصفي الاول المرحلة الاولى. بعد كده بننزل، كنا بننزل الاول 30 صورة، دلوقتي اللي الفيسبوك خلى البوست 80 صورة تقريبا، فدلوقتي هنصفي في 80 صورة. 80 صورة دول انتي كل واحدة عملها يتصعد، بعد كده الدور عليكي بقى براحتك. شغلك حلو وثابت نفسه هيبقى عليه لايكات كتير، اكتر 10 صور من الصور اللي اتصعدت عليها لايك هتتصعد للمرحلة النهائية. بنرقم الصور العشرة دول من كل فئة من 1 لـ10، وبعدين نعمل لايف في القناة بقرعة ونختار الفايز، بيبقى انتي وبختك وانتي وحظك، تمام. وبقول تاني، اللي ما بيكسبش او كده ما يزعلش، ما بيبقاش قصدنا والله نزعل حد خالص، بالعكس شغلكم كله بيبقى جميل، حتى لو الشغل فيه اي حاجة بسيطة برضو جميل، كفاية تعبك فيه. نرجع نقول في الاول وفي الاخر ده نصيب، وللوح نصيب في حاجة بيشوفها. واشوفكم على خير، وبشكرك يا مي، بشكرك قوي 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 على الهدايا الجميلة دي ما شاء الله، وان شاء الله بامر الله نستمتع بمسابقة حلوة خالية من اي مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.